صباح النور، صباح لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بألف خير. عرفتي كنكون كنصور عاد كيبدا يجي جولي نوتيفيكاسيون ويجي تخربيق. المهم كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد. اليوم واحد تشالنج غنقوي عليكم شوية هاد الأيام التحديات والمقالب باش نديرو شوية الحيوية والنشاط باش ندير شويه الحيوي النشاط في القناه. كنظن هذه هي الحاجه اللي كنقلبوا عليها كاملين. ما كندخلوا اليوتيوب الا باغي نستافدوا يا نتعلموا شي حاجه يا نضحكوا ونشطوا وبالاخص نبدلوا الجو. داكشي علاش فكرنا انا وصاحبتي ندوى. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش صاحبتي ندوى، انا نخلي لكم هنا التسميه ديال القناه ديالها ندوى بيوتي. فندوى هي بنت مغربيه عايشه في البرتغال، وقررنا ندير واحد تشالنج على بالنسبه نتفاهموا من الاول. قال لك لي اول شرط اخر نور باش نتفاهموا من الاول. من هنا لقدام غتشوفوني كندير تعاونات بحال هكا، فهما تعاونات لي مع صحاباتي، تعاونات لي فابور ماشي بالفلوس. كاينين دوك التعاونات ديال الفلوس اللي كديرهم مع دي يوتيوبرز اللي مشهورين ومعروفين وهذا، ولا درتهم نهار غنديرها غنقول لكم راني درتها بالفلوس مخلصه ودابا باش نديرها في بارتناري. الوغ كو اليوم سي با لو كا، هادي صاحبتي واتفقنا نديرو هكا باش نبدلو شويه الكونتكست ديال القناه. ندخلو الجديد وحده فينا في القناه ديالها، وكل وحده فينا تجيب ضيفه زوينه اللي ان شاء الله تكون خفيفه على قلوبكم، ونكون انا خفيفه على قلوب المتابعين ديالي ان شاء الله. فكنتمنى انه كاع الناس اللي كيبغيوني ومتابعيني وكيتيقوا فيا بالاخص انهم يمشيو يشوفوا لا فيديو ديال ندوه حتى هي، لانه هذا التشالنج فيه انا وياها. دونك ضروري خاصكم ما يمكنش تبقاو غير تسمعوا صوتها، حيت غيكون فيه لابيل فيديو، ولكن الاحسن تشوفوا حتى وجهها تعرفوا عليها. فهي عندها قناه غزاله ومحتوى غزال وغادي يعجبكم انا متاكده. وبغيتكم تدخلوا عندها كاملين وتشوفوا الكماله ديال لا فيديو، لان درناها على دو بارتي، بارتي عندي وبارتي عندها. فاش تساليو لا فيديو ديالي سيرو كاملين عند ندوه. المهم صوتي معتمان وصباح بحال هكذا اليوم ما تدهوش عليه. شنو بغيت نقول لكم اخر؟ نخلي لكم واحد المقطع صغير من لا فيديو ديالها، انا نخلي لكم دابا وشوفوه. ومن تساليو كيف ما قلت لكم لا فيديو سيرو عند ندوه ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم القناه ديالها وتكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. بقاو معنا هانتوما غتشوفو. يلاه الثالثه. قضيت يوما جميلا جدا. اوج فوي موينتو بون. واخا باش واش كيسمعوك ولا لا، المهم غادي تشوفوا لابارتي عاوتاني عندي انايا، واللي غادي تسمعوها هي عاوتاني كتهضر. غنوصفوا القادو باش تفهموها ان شاء الله. اتمنى ان ازور البرتغال. يوكي كيرو ايرا برتغال. كيرو ايرا البرتغال. سي. أريد أن أشرب الماء، كوب حانة. يوكيرو بيبير أكوا. يوكيرو بيبير أكوا، أكوا بالطلياني أكوا. نو أكوا، أكوا. كنتم أكوا، أوكي، أنتم زيدوا فراسكم. أكوا، أكوا. أيوا، أنا قبلوا على البرتغالية ديالي. أشتري سيارة كبيرة جدا. يوكي هانتوما البنات، دابا غندوزو عند الصديقه ديالي. شوف البنات خصكم تعرفوا هي اول تحدي عندي دابا في القناه مع الصديقه ديالي مروه، كتكون في الرباط. من بعد ان شاء الله في الاخر الفيديو غنهضر لكم عليها. المهم دابا غادي ندوزو، انا اللي غادي نعطيها دابا الكلمات، غادي نعطيها الكلمات بالبرتغاليه وغنترجم من اللغه العربيه، ومن بعد هي غترجمكم بالدارجه. مشينا؟ مشينا. بسم الله يا بسم الله، يلا نبداو، انا جاهزه للتحدي. اصلا اللغه العربيه سهله. ميزه هذه ما دايره، يعني الطاوله خشبيه. شنو كتعني شنو كتترجم زعما للدارجه؟ واخا قالت لي شنو هي الطاوله الخشبيه بالدارجه. بالدارجه ديالنا هي الطبله ديال العود. الا كاينه شي كلمه اخرى قولوها لي في لي كومونتير. دونك كنظن المغرب كامل هي هذيك. جواب صحيح. ندوزو لتاني. فروتا. الفواكه هو الديسير في المغرب، سميتو الديسير. بوركي توش طمالة. بوركي توش طمالة. بوركي لماذا أنت متقلبة الميزاج؟
لماذا انت متقلبه المزاج هذا اليوم؟ علاش انت يا طالع لك الدم هذا النهار؟ ولا مال راسك سخن عليك هذا النهار ومقلوبه غير بوحدك؟ علاش انت مقلوبه علينا هذا النهار؟ شوف باش عرفوا الدارجه راه عندنا فيها بزاف كي جيتكم. المهم مره كنشوف حيت يا راه بنتي كتلعب دوك راني حاضيه باش ما تقولوش هذه مالها. دوزو الثالث كلمه ان شاء الله. الجدار يلمع، الحيط كيبري، الحيط كيبري. ان شاء الله يا ربي. الجدار يلمع يعني الفريز بريلهم. قلتها صحيحه، هو الحيط كيبري. كيبري 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 ياك مزيان. اوكي ندوزو لرابع كلمه. لرابع كلمه وهي افشال الطرقه اغلاق الباب. شادا بورتا هي سدان الباب ولا سد الباب؟ رد الباب. ردان الباب. ندوزو دابا للخمسة. تشينكو. لا ستة هذي ستة. بصح ستة. ستة صافي. ستة ستة راني مقلوبة. ها ها. كومو فاسو كيف أقطع؟ كيفاش كنقرد؟ كيفاش نقطع؟ كيفاش نقسم؟ نقرد كيفاش نقرد؟ أنا قلتهم كاع الدارجة ديالنا. تقضية المقضية الصخرة مي سورتو المقضية تقضية سي لا ميم شوز. زيد لالا من عندك زيد مرحبا. موليري كعرفة المرأة. المرأة وهماي هماي الراجل هو الراجل. وفي الدارجة سمحوا لي على هذا المصطلح كيقولوا له بوركابي في المغرب. ام سوري مهم اسمحوا لنا لكن شي جزائريات ولا تونسيات ما عرفتش واش كتفهمونا ولا ما غتفهموناش في هذا الفيديو. اسمحوا لي ولكن واسمح لنا كاملين والله. وقيلا ما باقي لي حتى كلمه قلتهم لك كاملين. باقي هاتف جوال رائع. تلموفا هاتف جوال. تليفون بورتابل. تليفون بورتابل نورمالمون تليفون وبورتابل فرونسي ولكن حنا كنستعملوهم بالدارجه. ما تنقولوش هاتف كنقولو تليفون بورتابل مشقوف حتى المشقوف دايس. بوسي اشبا اي بوسود زعما بوسود. هل انا بصحه جيده؟ واش انت بخير؟ واش صحتك بخير؟ واش انت لاباس؟ كلشي لاباس وكلشي مزيان. واش انت مزيانه؟ الحمد لله شكرا لله. واش مبروكه؟ داكشي اللي كاين واش راكم مبروكه بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. واش راكم مبروكه؟ امين يا ربي. عواشر مباركه للمتابعين ديال ندوه حبيبتي والمتابعين ديالي حتى هما باش نتمنوا يا ربي امين ويبلغكم رمضان بصحه وسلامه واللي بعيد عليه شي حد يقربوا له واللي مريض الله يشافيه واللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها له واللي ما عندوش الله يغنيه. هادشي اللي نتمنوا لكم. اهم حاجه هي الصحه والسلامه. امين امين على اختك وانت الله يفرحك حبيبتي بولدك ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله مازال ان شاء الله عاوتاني نبغاو البرتغاليه مرحبا ولكن مين قبل عليا شي عطا الله وياه. لا نحاولوا نفكروا فشي تشالنج واحد اخر ولا هما يقولوا لنا شنو بغيتوا التحدي اللي نديرو وحنا نديرو. حنا ما علينا غنطبقوا.
صافي دونك غادي نقطع معنا دواء باش كل وحده فينا تصور الخاتمه ديالها مع المتابعين ديالها وحنا غنعاودو نهضروا بيناتنا. يلا باي باي حبيبتي. شكرا. لا اختك الزين ديالي. امين. باي باي. الوغ عدت اليكم، ما عرفتش الفيديو واش كانت تسمع الصوت ديال ندوه ولا لا. كيف ما قلت لكم دون تو ليكا غادي ناخذوا لا بارتي اللي كانت كتصور فيها هي بالكاميرا ديالها وغنلصقها في الفيديو ديالي، لان حنا الفكره ديال التشالنج على وديت الكوبي رايت ممكنش نديروا نفس الفيديو نفس الكلمات، غنحطهم انا وغتحطهم هي. داكشي علاش صورت انا اون بارتي معاها هي بواحد الكلمات للعشره الاولى اللي غتكونوا غتشوفوهم في الفيديو ديال ندوة. سيروا دخلوا عندها ندوة بيوتي، غنخلي لكم سمية القناة ديالها هنا وغنخلي لكم لو ليان ديالها في خانة الوصف ان شاء الله. فهي انسانة رائعة ومغربية اصيلة جبلية قحة والله يعمر لها الدار وغتعجبكم بزاف، وحتى لاشين ديالها زوينه وغتستافدوا منها وغتستافدوا من الحياه برا والغربه وبزاف ديال الحوايج ومن الزواج المختلط، لان هي مزوجه برتغالي. وكيف ما قلت لكم دونك كنتمنى كاع الناس اللي كيشوفوني وكيبغيوني وتابعيني انهم يمشيو يزوروا القناه ديالها ويشوفوا هاد لا فيديو، ولا عجبتكم علاش لا تابوناو عندها وتبعوها حتى هي. كيف ما حتى هي غادي تحط لا فيديو ديالي عندها والمتابعين ديالها ولا هما اللي غتعجبهم القناه ديالي غيجيو ينضموا لهاد العائله ونزيدو نكبروها ونخلطوا شويه اللهجات ونخلطوا الثقافات ويتزادوا المتابعين ديالنا، مابقاوش محصورين غير المغرب بوحدو ولا الجزائر بوحدو، ولا بالعكس نزيدوا دول وحدين اخرين علاش لا، باش نتحلوا ولا باش نكتشفوا بلوتو نكتشفوا ثقافات وحدين اخرين وبلدان وحدين اخرين وعادات وتقاليد وحدين اخرين علاش لا. فهذا هو الهدف من هذه القناه، هو انها نضحكوا ننشطوا نبدلوا الجو نتبادلوا بزاف ديال الاراء بزاف الافكار نصائح نبارطاجيو حياتنا معكم اللي بيان سور ما غنضروش فيها العائله ديالنا وما غنضرش فيها راسي انا بالضبط، ما غنضركمش نتوما وما انفلونسيش الناس على شي حاجه اللي خايبه، بالعكس نتمنى انني ديما نشجع الناس على الحاجه الزوينه وعلى الحاجه اللي هيستافدوا منها وغيستافدوا منها الناس وحدين اخرين. فكانت هذه هي الفكره ديال الفيديو ديال اليوم، هو هذا التشالنج هذا الغريب العجيب اللي غيكون خفيف ظريف لابارتي اللي مع ندوة. ما عرفتش شنو مازال كنقول كنفكر عتيش قدام الكاميرا راه كتنساو كتكونوا باغيين تقولوا شي حاجه وكتلفوا عليها ولا حتى كتقطعوا عاد كتفكروها. المهم قبلوا علينا، راه حنا دابا شوف انا مني منكم وليكم، دابا حنا عائله وحده دونك دابا راكم مولفيني وعارفين طبيعي وعارفين كي دايره، والناس اللي كيشوفوني اول مره السلام عليكم، انا سميتي مروه وهذه القناه ديالي مرايا فاميلي. كنتمنى انكم تنضموا للقناه وتضغطوا على زر الاشتراك وتخليوا لنا لايك علاش لا، باش نعرف باللي الفيديو عجبكم. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يوصل اعلى عدد من اللايكات، عفاكم ما تخسروا والو الا درتوا لنا لايك باش تشجعونا، لا انا لا صاحبتي ندوه لا كاع الناس اللي كتفرجوا فيهم في يوتيوب. نبغي نقفل هذا الفيديو هذا انني نقول لكم تهلاو في راسكم تهلاو في صحيحتكم سورتو، والله يسعدكم ويفرحكم ويعطيكم كل ما تمنيتوا ان شاء الله. هيا راه اجي اجي حبيبتي قبل ما نقفل الفيديو، يلا كوكو صافي سالينا سالينا، وان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا يا رب. وكيف ما قلت اللي محتاج شي حاجه الله يعطيها له، اللي فنيتو شي حاجه الله يعطيها له، اللي باغى الاولاد الله يعطيهم ليها، اللي مريض الله يشافيه، اللي بعيد عليه شي حد الله يقربوا ليه، اللي ظلموا شي حد الله يغلبوا عليه والله يرد له حقه. هادشي اللي نتمنى ونتمنى ديما تكونوا بصحه جيده كلكم، ماشي غير المغاربه، اي شعب عربي ولا اجنبي ولا كاع الناس كلنا بحال تهلاو لي فراسكم، ونخليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بوسات كبار، باي باي يا احلى عائله واحلى ناس.